الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء السابع من نوفمبر لدينا الكثير من التطورات أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية سنبدأ بشوى جزيرة الكرم حيث تعرضت شوى جزيرة الكرم لضربات منذ منتصف ليل أمس حتى ساعات المساء الأولى شنت القوات الأوكرانية بأكثر من 20 درون هجمات منطلاقا من أوديسا باتجاه الكرم أسقطت أو حسب الكوات الروسية أعلنت أنها أسقطت جميع هذه الدرونات طبعا أحبي الهجمات التي تقوم بها القوات الأوكرانية ما زالت مستمرة رغم الضربات الروسية التي تطال المواقع الأوكرانية في أوديسا وقرب الحدود مع رومانيا إلا أن هذه الضربات لم تتوقف رغم الضربات الروسية على المطارات الأوكرانية إلا أن هذه الضربات لم تتوقف وأريد الإشارة إلى أمرين هامين قبل أن ندخل في صلب المعارك على الجبهات الأمامية المرحلة الأولى أو النقطة الأولى هي ألمانيا كانت تريد تقديم صواريخ توروس كمثل وهي تشبه صواريخ ستورم شادو البريطانية وسكالب الفرنسية ولكن تحتاج هذه الصواريخ إلى أن يتم تعديل الطائرات الأوكرانية لكي تحملها ولكي تقوم بعميات الاستهداف وطبعا هذه الصواريخ ذات مدى بعيد تستطيع أن تضرب أي نقطة في حال تم تحميلها على طائرات أوكرانية تستطيع أن تضرب أي نقطة في بيلاروسيا أو سواء في موسكو وهي مخصصة للأماكن تحت الأرض الأماكن غرف العمليات تحت الأرض المحصنة بشكل جيد وكبير. كذلك النقطة الثانية التي تريد الحديث عنها وهي الخلاف السياسي الحاصل في أوكرانيا. طبعا أحبائي كما تعلمون أحيانا العمليات العسكرية تؤثر على السياسة والسياسة تؤثر. بشكل كبير في الميدان في المعارك كما شاهدنا موضوع فاغنر في روسيا الخلاف بين قائد القوات الأوكرانية زالوجني والرئيس زيلينسكي يسبب مشكلة كبيرة يؤثر على العمليات يريد زيلينسكي قبل الانتخابات الرئاسية والتي يطمح بنفس الوقت زالوجني أن يصبح رئيسا لديه حلم كبير أن يصبح رئيسا يريد الرئيس زيلينسكي أن يسيطر ويشن هجمات كبرى باتجاه خيرسون أو في أي جبهة ممكن أن يحقق فيها نجاحا لكي يرضي الناخبين أو المواطنين الأوكران فيما لديه أيضا نفس الأفكار لديه نفس الطريقة ولكن بطريقه خاصه به باسلوب خاص به، لذلك هذا الخلاف السياسي نشهده في بعض التغييرات في المناصب العسكريه على المستوى الاداري في العديد من المناطق التي يمكن ان تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في المعارك، في النهايه العمليه ليست فقط عتاد وجنود وخطط انما ايضا اداره الامور وهنا يكمن الخلاف في تغيير الإدارة طوال وقت الإدارة العسكرية والإدارة السياسية حيث في الفترة الماضية تم تعيين العقيد سيرجي كوستانتينوفيتش لوبانشوك قائدا للقوات العمليات الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية تم تعيينه حيث تم سحب فيكتور كورينكو إضافة لذلك في الأول من نوفمبر تم تعيين دينيس بيتروفيتش تيساتسكون رئيسا لقسم المخابرات في إدارة خدمة حرس حدود الدولة وفي 19 أكتوبر تم تقديم قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية أناتولي فلاديزلوفوفيتش براجيليفيتش الى موظفي مقر القياده العليا اذا نش... وقبلها سابقا ايضا تم تغيير المفوضين العسكريين في المناطق لذلك هذه الامور تؤثر على الارض بشكل كبير وايضا بشكل مباشر وغير مباشر القوات الاوكرانيه تواصل عملياتها في خيرسون زيلينسكي يريد نصرا في خيرسون او باتجاه القرم آه هذا امر واضح ربما قد تفتح جبهات اخرى بامر من زيلينسكي العمليه العسكريه مستمره بخيرسون المعارك طاحنه في المنطقه هنا اللواء 35 ما زال يوسع آه نطاق سيطرته كما شرحت في الصباح في المنطقه هنا الرماديه تخوض القوات اشتباكات عنيفة مع القوات الروسية المنتشرة في هذه المنطقة تسعى لحماية بقية المناطق من أي تسلل أوكراني بهذا الاتجاهات تريد القوات الأوكرانية الوصول إلى كورسينكا كذلك تريد القوات الأوكرانية الوصول إلى كوزاتشي طبعا أحبائي القوات الروسية تعمل بشكل كبير يعني دوما الكثير يسألوني في التعليقات أين القوة الجوية الروسية كما سبق وذكرت لكم يوجد أكثر من 100 ضربة روسية خلال 36 ساعة قامت بها القوات الروسية في هذه المناطق، آخر ضربة كانت منذ قليل حيث تم استهداف أحد المواقع للقوات الأوكرانية مقابل ايفانيفكا أو تحديدا في ايفانيفكا نفسها قبلها كان هناك ضربة على القوات الأوكرانية في المنطقة الخلفية هنا بهذا الاتجاه القوات الروسية تواصل عمليات الاستهداف ولكن القوات الأوكرانية لديها القدرة على إنزال مزيد من الجنود في كافة الاتجاهات في اتجاه أوريشكي في اتجاه بويما وبيشانيفكا في اتجاه و وفي اتجاه كوزاتشي وفي اتجاه كرينكي وايضا تحاول ان تقوم بعمليه انزال باتجاه نوفا كاخوفكا ولكن القوات الروسيه تمنع هذه المحاوله في هذا الاتجاه اذا المحور مشتعل المحور لا يهدا البعض يسال عن تقدم احبائي كما ذكرت صباحا لا يوجد دوما تقدم يوجد معارك شديده الطرفين يستميتان للصراع على المنطقة لاحقا ينهك أحد الطرفين فتحدث ثغرة فيحصل التقدم هذا هو التقدم لا يأتي مع عبث يأتي من بعد جهد ومعارك ومحاولات ومحاولات ومزيد من المحاولات ولاحقا يحصل التقدم أما في جبهة زابوروجي فالمعارك مستمرة بين الطرفين تخاض معارك عنيفة في هذا المحور القوات الأوكرانية من بعد تجهيز اللواء الثمانين كما ذكرت هاجمت هاجمت باتجاه فيربوفي أه لم تستطع تحقيق اي شيء تواصل حاليا هجماتها في اتجاه نوفو وغربي روبوتيني ولكن المعارك مستمرة احبائي نظرا لما حصل خلال الفترة الاشهر الماضية أه القوات الاوكرانيه انهكت في بعض هذه الجبهات، فتم استبدال الالويه وهنا احدثكم دوما عن اهميه ما تشاهدونه وما ترونه. اللواء 33، اللواء الثالث في المنطقه الشماليه هنا باتجاه كوباني، اللواء 80 ليس لديهم الخبره القتاليه وبالتالي هم يتعاملون مع قوات روسيه لديها خبره طوال اربعه اشهر تضاهي خبره سنين من القتال نتيجه صد هجوم اوكراني ضخم شهدناه سويا، لذلك خرق هذا الدفاع بات أصعب مع تنامي الخبرة القتالية للقوات الروسية في المنطقة هنا لذلك استعانت القوات الأوكرانية بالخبرة الهجومية للواء 47 الذي كان منتشرا في روبوتيني ونقلته إلى جبهة أفدييفكا أما في جبهة أوغليدار فالمعارك مستمرة شرحت لكم صباحا حول تقدم روسي باتجاه شمال شرق ميكوليسكوي ومن نفس الوقت كان هناك تقدم أوكراني بعد منتصف الأمس بهذا الاتجاه حيث حصل خرق كبير تلاحظان الطرفين يهاجمان بشكل متبادل كل طرف يواصل العمل بخطته ويواصل الدفاع بالطريقه التي يناسبها للتصدي للطرف الاخر اما في افديفكا فالمعارك رهيبه ومرعبه فعلا هناك عدد كبير من القتلى من الطرفين القوات الروسيه تواصل هجماتها باتجاه ستيبوفي تواصل العمل باتجاه المحيط السكه الحديديه هنا محيط منطقه الغابات حيث سيطرت القوات الروسيه منذ يومين ولكن كما قلت لكم صباحا القوات الاوكرانيه تعيد تجميع قواتها للضغط باتجاه هذه المناطق كان هناك اشتباكات قويه في المنطقه هنا تحديدا نتحدث عن محيط ستيبوفي ولكن لم يحصل اي تقدم، اما في جهه التيريكون فكان هناك معارك، كان هناك محاولات روسيه للخرق من هذه النقطه باتجاه المنطقه الصناعيه التي تسيطر عليها القوات الاوكرانيه ولكن لم يحصل اي نجاح للقوات الروسيه. ايضا في اتجاه جنوبي افدييفكا المعارك مستمره لم تتمكن حتى لحظه القوات الروسيه من اعاده تثبيت سيطرتها في هذه النقطه ولا ايضا لم تتمكن القوات الاوكرانيه من السيطره وتثبيت نقاط فبقيت منطقه رماديه لا تخضع لسيطره احد اما في اتجاه جفيرني وتونيكني فتتقدم القوات الروسيه بعده اتجاهات باتجاه تونيكني وباتجاهين باتجاه جفيرني ولكن لم يتم احراز اي تقدم حتى هذه اللحظه اما في تحديدا بخمود جنوبي بخمت وشمال بخمت تستمر المعارك العسكرية شمالي بخمد كان هناك ضربات صباحا باتجاه تشازيفيار وكان هناك ضربات في فترة بعد الظهر باتجاه خروموفي قد تقوم القوات الروسية بعملية من مدينة بخمت باتجاه خروموفي أو قد تنطلق بهجمات من يهيدني باتجاه خروموفي أما باتجاه بيرخيفكا فهناك انباء انه كانت هناك معارك عند هذه النقطه تحديدا ولكن لم استطع تحديد ما اذا كانت تحت سيطره الروس ام الاوكران انتظر مزيدا من المعلومات وفي الفيديو القادم ان حصلت اي معلومات ساشرح لكم ما الذي حصل فعلا اما في اتجاه بيلوريفكا في المعارك مستمرة تضغط القوات الروسية على بعض المواقع في بيلوريفكا مواقع القوات الأوكرانية كذلك أمر تستمر المعارك في اتجاه كوبيانسك حيث تضغط القوات الروسية بشكل كبير باتجاه كسيليفكا كوتلياريفكا وإيفانيفكا تريد القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة وعلى هذه المنطقة ولكن ننتظر ما الذي سيحصل شكرا لوقتكم لمحبتكم وثقتكم إلى اللقاء